تستضيف لوس أنجلوس الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2028، وتشارك في تنظيم هذا الحدث العالمي العداءة السعودية سارة العطار، إحدى أوائل السعوديات المشاركات في الأولمبياد. كان من دواعي سروري أن أكون جزءا من سباق الترشح لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وكان ممتعا جدا أن أكون جزءا من عملية سباق الترشح وضمن اللجنة الاستشارية للرياضيين. تعد سارة العطار ملهمة للعديد من النساء السعوديات اليافعات، خصوصا أنها تحافظ على تقاليد بلادها رغم أنها ولدت في كاليفورنيا عام 92 ونشأت فيها، وكانت قد زارت السعودية في العام 2011 وحققت حلمها بالجري على كورنيش جدة. من لندن إلى ريو ضعفت السعوديات مشاركتهن في الأولمبياد، لذا أنا أفكر بما ستؤول عليه الأمور في 2028. أمر يشعرني بالحماسة، أستمر بالتواصل مع النساء بحيث أدير جمعيات في السعودية وفي أمريكا، وأن أرى هذه النتائج وأشاهد مشاركة السعوديات في أولمبياد 2028 سيكون أحد أجمل الأشياء بالنسبة لي. يقول أحد شعارات الأولمبياد المرتقب لوس أنجلوس 2028 هي تلك التي بين أيدينا الآن، وليس التي سوف نقوم ببنائها، من بينها العمل حاليا على إنشاء ملعب المدينة الذي سيتسع لسبعين ألف متفرجا وسيستضيف مباريات كرة القدم أيضا. لدينا العديد من الأمور المميزة في مناسبات الأولمبياد الثلاث المرتقبة وصولا إلى لوس أنجلوس. هناك الكثير من الحماسة وبوتقة جميلة من التمثيل العالمي، ومن ثم الأماكن والمنشآت التي صممت بطريقة فنية، وأعتقد أن هذا فيه أيضا نفحة من التاريخ التي ستدخل في المنافسة. فهناك ميراث أولمبياد لوس أنجلوس 1984 الذي كان ناجحا جدا حينها، ويجب أن نحافظ على ذلك مع فارق الزمن بين الأعوام. هناك جدول زمني يخلق إحساسا إيجابيا حول الألعاب الأولمبية، لذا هدفي الأساسي هو أن أصبح مؤهلة للمشاركة في أولمبياد طوكيو، وهذا سيسمح لي بأن أكون أول أولمبية سعودية مؤهلة، وأن أنتقل بهذا الزخم إلى باريس وأحمله معي إلى لوس أنجلوس. تماما كما ألهمت سارة العطار السعوديات بالجري خلف النجاح، ها هي تصبح حجرا أساسا في أولمبياد 2028 الذي ستتجه أنظار الملايين إليه بصفته الحدث الرياضي السنوي الأهم. رافي بوصيان، العربية، لوس أنجلوس.